ندعو السيد الوزير الأول بمعي السيد المدير العام للجمارك لمواصلة تكريم أحد ضحايا عائلات المأساة الوطنية، لندعو عائلة الفقيد علالي رابح إلى المنصة. الفقيد علالي رابح كان أحد الأبطال الذين شاركوا في تأسيس جهاز الجمارك، رفعوا التحديات للنهوض به في فترة ما بعد الاستقلال، حيث عمل بالعديد من المصالح والمديريات الجهوية للجمارك، إلا أنه استشهد عام 1996 أثناء توجهه لأداء واجبه المهني خلال عملية اغتيال رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين. ندعو السيد مدير ديوان السيد رئيس الجمهورية بمعية السيد المدير العام للجمارك لمواصلة تكريم عائلة الفقيد حمي بوبكر لتتفضل عائلته إلى المنصة. الفقيد حمي بوبكر عمل بالعديد من المصالح والمديريات الجهوية للجمارك، استشهد عام 1994 وهو في طريقه لأداء واجبه المهني رفقة زوجته خلال عملية اغتيال من طرف مجموعة إرهابية مسلحة، رحمه الله وأسكنه فسيح جنته مع الصديقين والشهداء.